السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في الضحى، يوم جديد وحلقة جديدة وضيوف إن شاء الله راح يكونون مميزين مع الفقرات اليومية اللي نقدمها لكم تستفيدون منها وتستمتعون. بداية أرحب في زميلتي حنين. صباح الخير حنين. صباح النور والسرور أخي عبد الرحمن، وصباح السادة المشاهدين وين ما كانوا قاعد يتابعونا. نفس ما ذكر، في حلقة جديدة ويوم جديد إن شاء الله من حلقات برنامجكم الصباحي واليومي برنامج في الضحى. كالعادة ونفس ما عودناكم، هناك رسائل نوجهها لأنفسنا ونوجهها لكم. طبعاً كثير من التجارب نمر فيها، تمر علينا تجارب عديدة وكثيرة في حياتنا عبارة عن دروس لازم نحن نتعلم منها. ونحن صغار سناً لا نصغي لمن أكبر منا عندما ينصحونا، ونفضل أن نخوض التجربة ونصل لنفس النتيجة اللي حذرونا منها. فالإنسان نقدر نقول بطبعه يفضل تجربة المواقف والأشياء والأشخاص عوضاً عن مجرد السماع عنها. فالتجربة دائما خير برهان، وهناك تجارب تكلفنا الكثير وأخرى ممكن نتجاوزها، وكثير منها تعلمنا كيفية التعامل في نفس المواقف مستقبلا. وللأسف في البعض لا يستفيد منها رغم قساوتها ومرارتها، وممكن تكلفنا الكثير، لكن بعد تجاوزها نعود لما كنا عليه ولا نتعلم من الدرس، بل نعود ونكرر نفس الخطأ. يمكن في بعض الأحيان يكون بشكل أبشع مما سبق، وهذا هو الكف الذي يتكرر لأننا لم نستفد من الدرس رغم أننا وقعنا بنفس التجربة وبنفس المشكلة وشعرنا بألمها ومرارتها، ولم نستفد من نصائح وتجارب الآخرين، بل لم نستفد حتى من تجاربنا المؤلمة السابقة. فالواحد لازم يكون حريص أنه ما يكرر الغلط، وأنه يتعلم من تجربته قدر المستطاع، ويعلم حتى اللي غيره. يمكن كثير من الأحيان مع العمر لما كبرنا أخوي عبد الرحمن، سواء الشباب أو حتى البنات، للأسف كثير أولياء الأمور وأهاليتنا يقولون لا تسوون شيء، بتسوون شيء، تصرفوا كذي. ومع الأيام سبحان الله أنت حتى الواحد لما يكبر يعامل أبنائه على نفس المواضيع ونفس القصص اللي إحنا يمكن كنا نتجنب ممكن نسويها أو أحيانا في بعض الأحيان يعاندون نعاند أهلنا، ولكن مع الزمن المواقف تعيد ذاتها. الإنسان يشوف والله إيه فعلا هذا الموقف أمي قالت لي عنه، هذا الموقف والله أبوي قال لي عنه. فحلو أن الواحد يسمع. يعني هذه الرسالة الحين نوجهها مش لأولياء الأمور، وإنما للي أعمارهم أصغر، نقول انتبهوا، اسمعوا، حاولوا تسمعون من أمكم من أبوكم. لا تنتظرون أن أنتم تعيدون التجربة أو تخوضون هذه التجربة، دام باستطاعتكم أن أنتم تسمعون لأمكم وأبوكم فنفذوا اللي يقولونه لكم. أكيد حنين، ويمكن الإنسان ما يتعلم من الخطأ أو ما يتعلم إلا لما يمر في هذه التجربة، ولما يعيد نفس الخطأ ممكن يقول والله أنا راح أعيد نفس التجربة لكن بسويها بطريقة ثانية أو شيء، ممكن أن تكون هذه الطريقة الصحيحة لكن ترجع تكون دقيقة. شلون يعيد نفس التجربة؟ يعني مثلا الحين أنت لما تسافرين ما تعجبك السفرة أو الدولة اللي رحتيها، تقصد أعيد نفس البلد مرة ثانية؟ نفس البلد مرة ثانية أساس تستكشفين أشياء ثانية. إيه بس أنت أثناء سفرك تكون تعلمت من الغلط، تعلمت والله ان انا مثلا هالمكان ما راح اروحه. يعني انا عندي سفره اللي سافرتها الحين، رحت مثلا في جزيره ما عجبتني، مع العلم الاغلبيه يمدحها والاغلبيه ينصح فيها والاغلبيه يقول روحوها، ولكن هي فعلا من التجارب الشخصيه. في احيانا احنا نتكلم عن نصيحه تكون مختلفه عن اخرى، في نصائح يمكن نسمعها ما نخوض فيها مره ثانيه من باب الخطا، ولكن كسفر كاستمتاع تجارب الافراد تختلف من شخص الى اخر. أكيد يعني فعلا اكيد. لكن لما تعيدين نفس التجربه خلينا نقول ممكن ان انت تفكرين ان بتحصلين نتيجه ثانيه وترجعين تسوين نفس الخطا. فالواحد لا عاد اذا رجعت سويت نفس الغلط هذه مشكله ثانيه. لازم تتعلمين اول تجربه. فالواحد خلينا نقول خله يجرب مو مشكله، لكن اذا حس ان هذه تجربه خاطئه او تجربه سيئه خلاص يتجنبها ويشوف تجارب ثانيه، ويتعلم من خلنا نقول هذه التجارب اللي يخوضها، وياخذ النصيحة من اللي أكبر منه أو من اللي مر في هذه التجربة. فالواحد لازم يتعلم من هذه. في سؤال، هل في شيء نصحه لك الوالد وأنت ما سمعت كلامه ونفذته، ومع الأيام قلت والله الوالد معاه حق؟ أنا أسمع كلام الوالد صراحة. والله ممتاز، حلو، تمام. إنزين، إذا مشاهدينا هذه كانت رسائلنا الصباحية الموجهة لأنفسنا ولكم، أكيد لازم الواحد يسمع كلام
امه وابوه واللي لهم خبره. يعني احيانا حتى الموضوع مش فقط مع العائله وانما حتى مع الاشخاص اللي عندهم خبره واللي عندهم درايه، الاشخاص المختصين اللي دائما يعطونا نصائح واللي يمكن يكونون دارسين مجالات الحياه ودارسين امور كثيره في الحياه. فاكيد دائما الواحد لازم يتعلم من الاشخاص المحيطين ومن التجارب اللي هو يمر فيها. ننتقل الى صحفنا المحليه. تبين خلاص غيرين الموضوع؟ لا اذا تبي تتكلم ما عندي مشكله. مشاهدينا خلونا ننتقل واياكم الى اولى فقراتنا ونشوف ناخذ جوله في صحفنا المحليه ونبداها من اول جريده واول خبر من لوسيل. مراكز العمال الصحيه تقدم افضل مستوى خدمات الرعايه. قام سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري بجولة تفقدية داخل مركز الحميل الصحي للعمال في المنطقة الصناعية بهدف التعرف بالتفصيل على المرافق والخدمات ونظم العمل داخل المركز الذي يعد واحد من أربع مراكز صحية للعمال يتولى الهلال الأحمر القطري بتشغيلها وإدارتها بموجب اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة العامة. رافق رئيس مجلس الإدارة في هذه الجولة كل من سيد عبدالله سلطان القطان المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية وسيد محمد راشد المري مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة والدكتور حسن علي قاسم المدير الطبي العام لقطاع الشؤون الطبية وسيد أحمد سعود جاسم مدير الشؤون الإدارية والمالية بقطاع الشؤون الطبية والدكتور محمد مرهف الأكشر نائب المدير الطبي العام ومدير مركز الحميلة وعدد من رؤساء الأقسام في قطاع الشؤون الطبية. نعم من القطاع الطبي خلينا ننتقل مع مشاهدينا إلى صحيفة أخرى وخبر آخر في المركز القطري للمكفوفين. يطلق طبعا أنشطته الصيفية، انطلقت فعاليات النشاط الصيفي لعام 2023 بالمركز القطري الثقافي للمكفوفين التي تستهدف كافة الفئات العمرية من منتسبي المركز من الجنسين. تهدف فعاليات الصيف لهذا العام إلى نشر ثقافة وتوعية وتوثيق العلاقات الإنسانية بين المكفوفين والمجتمع والعمل على شغل الوقت بكل ما هو مفيد وممتع والتعريف بالكفيف بكل الوسائل المتاحة والعمل على اكتشاف مواهب وقدرات المكفوفين وتعزيز الاستقلالية والتشجيع على ممارسة الأنشطة المختلفة. يستمر طبعا نشاط الصيف في مدة شهرين تتضمن عددا من الفعاليات الثقافية والتعليمية وتقديم المحاضرات والورش التعليمية المختلفة والأنشطة الترفيهية طبعا كتنظيم المسابقات والرياضة كتنظيم بطولات في التنس تنس الطاولة تحديدا للمكفوفين ونشاطات عديدة وكثيرة. وهذا هو الحال طبعا في أغلب المراكز اللي موجودة عندنا وكافة أنهم يكونون حريصين على يكون هناك تنوع بالنشاطات والفعاليات اللي تقام في المركز احتضان مجموعة كبيرة وشريحة كبيرة من المجتمع بأعمار مختلفة وعديدة. فيعني كل مركز فعلا قاعد يبدع وقاعد نشوف مزيد من الإبداع المستقبل. أكيد ومن ضمن هذه المراكز طبعا مراكز عديدة ممكن الواحد يستفيد منها ويدخل عياله خلينا نقول هذه المراكز عشان يستفيدون من فترة الصيف بدال القعدة في البيت يتعلمون أشياء أنشطة. فهذه دعوة لكم مشاهدينا أنكم تشوفون شنو هي المراكز المناسبة لأبنائكم وتسجلون في هذه المراكز على أساس أنه يستفيدون خلال فترة الصيف. ونروح إلى خبر آخر مشاهدينا من جريدة الراية. مجلس قطر للبحوث يطلق فرص ابتكار جديدة. أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن إطلاق فرص للابتكار بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية مثل بلدنا والخليج للمخازن وسهيل سات لإيجاد أساليب وطرق مبتكرة للتحديات اللي تواجهها. وتأتي الفرصة الأولى مع شركة بلدنا بعنوان توحيد وتحسين جودة السماد العضوي لضمان الراحة المثلى للأبقار وتحقيق قدرة إنتاجية عالية وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من جودة السماد المستدام. ولتحقيق ذلك يبحث المجلس وشركة بلدنا عن أساليب مبتكرة مثل منهجية عملية جديدة أو إضافات يمكنها توحيد وتحسين جودة السماد العضوي حيث تحدد الموعد النهائي لتقديم المقترحات في يوم 26 يوليو الجاري. نعم ذكرت السماد أخوي عبد الرحمن، يعني اليوم إن شاء الله راح نتكلم بعد في حلقتنا لهذا اليوم عن
الزراعة والاهتمام بالزراعة خاصة في فترة الصيف وفي فصل الصيف. خلونا ننتقل كذلك إلى أخبارنا. إحنا حريصين كذا حرصنا يكون أخبارنا مختلفة متنوعة بالإضافة إلى المواضيع اللي تم تسليط الضوء عليها من خلال ضيوفنا والشخصيات اللي تنورنا في الاستوديو. حريصين كذا حرص إن في حلقتنا خلال الساعة تكون ملمة وشاملة لكافة المواضيع اللي تصير في دولة قطر. ننتقل إلى جريدة الشرق، محاضرة للتوعية بالوقاية من المؤثرات العقلية في إطار التعاون بين اللجنة الشبابية وإدارة النشاط الصيفي بالنادي العربي الرياضي. وقصة طبعا الإعلام والتوعية بإدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. ألقى الدكتور نادر محمد عبارة محاضرة تحت عنوان التربية الوقائية حيال المؤثرات العقلية الخطرة، وتناولت المحاضرة تعريف المؤثرات العقلية الخطرة وأنواعها، كما عرف بالإدمان وأنواعه ومراحله، وكذلك العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى وصول هذه المواد الخطرة وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، ومنها العوامل البيئية والاجتماعية وضعف الوازع الديني والعولمة وغيرها. وفي حوار مع الحضور بين سبل الوقاية والحماية من الوقوع في براثين هذه المؤثرات التي تغيب العقل وتؤدي إلى الإدمان، ومنها تعزيز المهارات الحياتية والالتزام بمبادئ ديننا الحنيف والابتعاد عن أقران السوء والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والفنية. نعم حنين، يعني نشوف مثل هذه الدورات وهذه الأنشطة منوعة صراحة وتفيد مثل ما قلنا في فترة الصيف أو طول السنة، فنتمنى لهم التوفيق ويعطيهم العافية على هذه الندوة. طبعا نروح إلى آخر خبر من جريدة الوطن. وزارة الصحة تعمل على وضع خطة وطنية لتنفيذ إطار الصحة الواحدة. الدوحة قناة، نظمت وزارة الصحة العامة ندوة حول نهج الصحة الواحدة في دولة قطر بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى المنظمات الدولية المختصة. وهدفت الندوة إلى وضع خطة وطنية لتنفيذ إطار الصحة الواحدة في دولة قطر، وبما يساهم في تحقيق الاستراتيجيات الصحية ورؤية قطر الوطنية 2030. وشارك في الندوة عدد من الخبراء المهنيين والباحثين الأكاديميين من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الدولية، وذلك لتبادل خبراتهم ونتائج البحوث حول الصحة الواحدة وعرض نتائج البحوث التي أجريت خلال الحديث في قطر وعدد من الدول حول الأمراض الحيوانية حيوانية المصدر والناشئة. كانت يعني هذه جولة في صحفنا المحلية، وأخذنا خمس أخبار، واللي حاب أنه يتعرف على المزيد من الأخبار ويشوف هذه الأخبار بإمكانه أنه يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهذه الصحف المحلية. نعم، ودائما بما احنا قاعد نذكر الأخبار لازم الواحد يطلع على مصادر موثوق منها على أساس أنه يعرف يواكب الأخبار أول بأول والأحداث أول بأول، من خلال طبعا نقدر نقول هناك حسابات موثوقة، من خلال تطبيقات موثوقة باستطاعة الواحد أن يطلع عليها. نعم حنين، وننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر أو فقرة أخرى من فقراتنا لهذا اليوم، حيث طبعا في استعدادات كلية الشرطة لتخريج دفعة شرطة الغد. راح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال هذا التقرير. نتابع التقرير ونرجع لكم. حرصت كلية الشرطة على تنظيم النسخة الرابعة من برنامج شرطة الغد الصيفي. مدة البرنامج بتكون 8 أسابيع مقسمة على 3 مجموعات. في كل مجموعة بتكون فيها فترة صباحية وفترة مسائية. يتخلل البرنامج العديد من الأنشطة سواء كانت العسكرية أم الرياضية. ينقسم البرنامج عندي إلى قسمين، قسم عسكري وقسم رياضي. القسم العسكري يحتوي على المشاة العسكرية والرماية والمسابقات العسكرية والمحاضرات الدينية. القسم الرياضي يحتوي على الدفاع عن النفس، السباحة، المسابقات الرياضية ومحاضرات الأمن السبراني. أنا
مشارك في الدورة الأمن السبرانية ووايد تعلمنا أشياء، وإذا أي حد اتصل علينا ما نرد عليه، وإذا طلبوا شخص بطاقة الشخصية أو بطاقة البنك ما نعطي ولا شيء إلا نسأل أمنا وأبونا. وقبل من إذا جانا اللينك على الواتساب أو إنستغرام ما نضغط عليه، نسأل أمنا وأبونا عشان يمكن هاي يهكرنا عقب ياخذ حساباتنا. حرصت كلية الشرطة على المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة، ومن المؤسسات مركز دريمة، مركز أمان، مركز شفلة. أشركنا أطفالنا في برنامج شرطة الغد لتعليمهم بعض المهارات المكتسبة من كلية الشرطة، مثل المهارات والتدريبات العسكرية، الانضباط والنشاطات الرياضية، تعليم السباحة والرماية، والأكثر من هذا هو حب الوطن وقرس القيم في الطفل. للبرنامج قيمة في نفوس الأطفال، منها زرع قيمة الولاء والانتماء للوطن في نفوس الأطفال، زرع الوازع الديني للأطفال منذ صغر السن، استفادة الأطفال من برنامج الصيفي خلال الفترة الصيفية. أنا مشارك في برنامج شرطة الغد وفي كلية الشرطة، وحلمي لما أكبر أخدم بلادي وأكون ضابط. ما يميز البرنامج في النسخة الرابعة تقديم محاضرات دينية من خلال وزارة الأوقاف، ومحاضرات من وكالة الأمن السبراني. وما يميز أيضا النسخة الرابعة من البرنامج الصيفي لشرطة الغد انتقال الطلبة إلى خارج الكلية للزيارات الميدانية في مركز القيادة الوطني، خفر السواحل، الفزعة، الدفاع المدني وقوة الأخوية. لكل من انضم إلى متابعتنا حياكم الله، وأكيد مستمرين في برنامج شوية ضحى. تحدثنا في بداية حلقتنا عن السفر، فراح نكمل عن السفر. مين منا لا تتوق نفسه أكيد القيام برحلة يجوف فيها البلاد ويقوم بالمغامرات ويشاهد الأعاجيب والأساطير ويعيش أكيد متعة السفر من بلد إلى آخر. إذن في السفر سبع فوائد كما يقولون، فبالسفر تتحقق الأحلام والآمال وتتحقق نقدر نقول المتعة والمغامرة، ولكن هناك قواعد وإتيكيت وأداب للسفر. هذا ما نعرفه اليوم أكيد مع ضيفنا الكريمة السيدة حصة حامد، مستشارة إتيكيت وبروتوكول، فحياك الله معنا، سعيدين بوجودك. يعني كثير نقدر نتكلم عن هذا الموضوع المهم، لأنه فعلا بين فترة وفترة نحتاج سواء السفر إلى بلد آخر أو حتى نقدر نقول السفر في البلد نفسه والتنقل من مكان إلى مكان آخر. حياك الله، صبحكم الله بالخير. بالنسبة للإتيكيت، قبل ما نبتدي نتكلم عن إتيكيت السفر، خلنا نوضح شوي صورة صغيرة، لأن أحيانا نحن نسمع كلمة إتيكيت على طول يطرأ في بال البعض أنه طابع غربي، بس معلومة وايد مهمة. ما هي مصادر الإتيكيت؟ إتيكيت مصادرها الدين، العادات والتقاليد، الأعراف، القانون والتوجيهات. نعم. يعني إحنا لما نفكر نتعلم إتيكيت ما راح نطلع خارج الإطار أبداً. الفكرة من الأساسية من وضع الإتيكيت، لأننا شفت أحياناً شخص يتكلم لهجة وشخص ثاني لهجة ثانية ما يفهمون اللهجات، فإحنا نقوم في لهجة اسمها اللهجة البيضاء، فنتكلم بهاللهجة عشان نفهم بعض. نفس الشيء، هذه أساس الإتيكيت، أن التعامل بالثقافات يكون واضح. طيب إتيكيت السفر، أكيد السفر له إتيكيت. إحنا قبل ما نسافر أكيد بنفكر كم الميزانية اللي بنحطها في الحين صارت ما شاء الله المراكز، وفي مدربين إعداد الموازنات للسفر، سواء يعطونها للأطفال أو للعوائل نفسها.
طبعا بنفكر في البلد اللي بنروحه، هل هذا البلد بنشوف درجة الحرارة، بنشوف الملابس اللي نحتاجها. أكيد إحنا اتكيت إن إحنا نخطط للأماكن اللي بنروحها قبل، وين شنو هدفنا من اللي بنروح، مطاعم، هالمطاعم مثلا أودور إندور، بنروح حدائق، بنروح متاحف. هذه الأشياء الجدول المسبق، إعداد الجدول المسبق للرحلات يترتب عليه أشياء كثيرة، يترتب عليه الميزانية، وأيضا يترتب عليه الملابس، ويترتب عليه مع من راح نتعامل. مع من راح نتعامل يتطلب قواعد اتيكيت معينة. أيضا الملابس، إحنا حين لما بنسافر فرضا أحيانا العائلة تسافر، أو خلينا نقول اللي بيروحون شهر العسل يسافرون أكثر من بلد، 3-4 بلدان، فش إيش يسوون؟ تحط ملابسها كلهم مع بعض، تتخسبق. اللي بيصير في اتيكيت معين لترتيب شنط السفر حسب وين هي أول دولة تردين الشنطة هذه، وين الأماكن. الاتيكيت يسهل الحياة جدا. نعم يعني إحنا أخذنا خلنا نقول لمحة بسيطة عن اتيكيت السفر، لكن لو نتكلم عن الترتيبات هذه اللي أنت قلتيها، ترتيب الملابس قبل أول دولة خلنا نقول، أو نتكلم أيضا عن فن التعامل مع السفر الرحلات الجماعية، سواء كان مع الأهل سواء كان مع الأصدقاء، فنتكلم عن هذا الشيء. نعم، فن الرحلات الحين في شركات ما شاء الله كثيرة قائمة قطرية تنظم هذه الرحلات، منهم أعتقد رحلاتي مع عائشة المفتاح. الفكرة أن احترام الخصوصية، وين نحترم الخصوصية؟ دائما في شيء اسمه البعد الذاتي، هذا البعد الذاتي للإنسان والبعد الذاتي للطرف الآخر. متى ما تعلمنا اتيكيت البعد الذاتي لكل شخص نطبقه كقاعدة سواء في السفر أو غير السفر. أكيد لازم اللي بيروحون السفر لازم تكون اهتماماتهم مشتركة، أو أنه يكون في نوع من المرونة أن احنا نقدر نلبي احتياجات هذه الفرد واحتياجات هذه الفرد، أو سواء إذا كان في أطفال يكون في مرونة واتفاقية مسبقة. بالنسبة للملابس طبعا احنا الراعي الجو، الراعي العادات والتقاليد سواء لبلدنا أو لبلدهم. نعم. الثقافات العامة للبلد اللي بنروحها. نعم أستاذة، حس أثناء حديثك إحنا قاعدين نشوف المطار، مطار حمد تحديدا، وهو فعلا من أفضل المطارات مع الخدمات المتاحة والموفرة لجميع من يزور دولة قطر. طبعا هناك بروتوكول وأتيكيت كذلك للمطار للتواجد أثناء الصعود في الطائرة، من خلال أكيد احترام نفس ما ذكرتي خصوصية المسافر كذلك أو الأشخاص. نعم. المسافرين، في هناك بعض النقاط الواحد لازم يكون منتبه عليها. يعني يمكن تشوفين في بعض الحالات على طار الملابس، على طار الإكسسوارات، لازم يكون هناك لبس معين وإكسسوارات معينة لازم يتم مثلا واحد يشيلها لما يكون واصل عند محطة من محطات التفتيش، تجهيز الأوراق المسبق كذلك. نعم. أثناء تسليم الجواز. نعم. على أساس ما يعطل المسافرين اللي موجودين، فأكيد هناك بروتوكول. الحين احنا خلينا في المطار، وصلنا للمطار، ما هو البروتوكول الصحيح واللي واحد لازم يسوي وصولا أكيد إلى صعودنا إلى الطائرة؟ طبعا قبل لما احنا قررنا أوريدي الدولة اللي بنروحها، بنشوف تحتاج فيزا ولا ما تحتاج، شنو متطلبات الوصول لذيك الدولة، سواء متطلبات في وجهة الانطلاق اللي هو مطار حمد أو الدولة اللي احنا بنروحها. نجهز الوثائق كاملة. نعم. والأفضل أن نجهز منها نسخة إلكترونية ونسخة ورقية. الإلكترونية نبعثها لنفسنا على الإيميل تحسبا فقدان أحد الأوراق، كاملة تكون كاملة. وأيضا لازم أقترح من الأهالي بالذات إذا بيروحون يكون في جلسة توعوية للأبناء إذا معهم. نعم. أطفال مراهقين أو أطفال، توعوية يعني إحنا لازم كذا، ننتبه لكذا. أيضا البنات بالنسبة للإكسسوارات، بالنسبة لهذه إحنا مسافرين باي ذا إند، يعني الأوراق كلها نكون قبل نتواجد. طبعا مش هاي مش قرار مني ولكن من القطرية ونظام دولي. نعم. قبل ساعات معينة، أنا عن نفسي إذا بسافر أوروبا أكون في المطار قبلها ب4 ساعات، لأن كذا مرة مر فيني الموقف وأنقذني هذه الوقت، أنقذني يعني. فنوصل أن يكون في حبذا، يكون في حقيبة واحدة تلم كل الوثائق للي بيسافرون، بالإضافة يكون في نسخة إلكترونية على إيميل أحد الأفراد تحسبا لفقدان الوثائق الورقية. نعم. ذكرتي نقطة مهمة اللي هي وجود الشخص في المطار قبل 4 ساعات، لأن فعلا كثير من الأحيان يمكن تحطين في بالك غير الإجراءات اللي أنت قاعدة تسوينها في المطار، يمكن يصير أي دروب أو أي خلل. في بعض الأحيان يمكن يكون نسيتي شيء في المنزل فتضطرين أن أنت
تنقذين الموقف. فإجراءات عديدة وكثيرة أخذنا واستلمنا ودخلنا. الحين أنا بركب الطيارة، وذكرتي نقطة جدا مهمة أستاذة حصة اللي هي موضوع الأطفال. يعني مثلا أنا واحدة من الناس إذا أطفالي كانوا موجودين معي أكون حريصة أن يكون عندي مثلا شنطة صغيرة مخصصة لهم فيها الألعاب، صحيح، فيها الألوان، فيها الأقلام. خاصة لازم أعرف وقت الرحلة، فترة الرحلة، على أساس ما أزعج الأشخاص اللي موجودين حولي. هني على طاري إزعاج الأشخاص قد يكون موجودين حولي داخل الطيارة، شنو هو الأتيكيت اللي أنا لازم أتبعه بداية من دخول الطائرة، استقبالنا واستقبال المضيفات لنا، طريقة الترحيب، طريقة الجلوس؟ فأكيد هناك أتيكيت لازم الواحد يتبعه. أكيد إحنا لازم نطول بالنا، إحنا نشوف حتى لو كان المطار زحمة، حتى لو كان الدرب اللي ماشينا زحمة، لازم نتذكر إحنا بنسافر وإن إحنا راح نستمتع. بالتالي نتذكر هذه النقطة، نطول بالنا لو زحمة، هذه إجراءات يعني لازم يسوونها. لما نوصل طبعاً البوردينج كارد لازم يكون بإيدنا، بوردينج كارد، لأن بابتسامة يعني هذه المضيفة واقفة الله يعلم كم ساعة، بابتسامة مثل ما هي تقابلنا ابتسامة بابتسامة، أكيد نحرص أننا نقعد في نفس المقعد المخصص لنا. الجزئية اللي تكلمت عنها قبل اللي هي البعد الذاتي، البعد الذاتي للإنسان نفسه، هاي البعد الذاتي في الطائرة، هذه المساحة مخصصة لك بغض النظر أنت قاعد في الفيرست ولا في الإيكونومي ولا في البزنس، تحترم هذه المساحة فقط. طبعاً نحن لا نملك أن نختار الأشخاص الذين يكونون معنا بالطائرة، ولكن نحترم وجود بغض النظر من كان، بغض النظر من كان، سواء بجنبنا أو في طفل يبكي، هذه طفل. نعم. إحنا هذه هني. أنا بس الأمهات إن سناكس حق الصغار أطفالهم يحطون معهم سناكس، إذا بالذات إذا الأطفال متعودين على سناكس معينة. طبعاً ما رح أتكلم عن الأمور اللي مفروض إنه متعارف عليها، إمالة الكرسي إذا الخلف أو التعليمات هذه مالت الطائرة نحافظ عليها، وأيضاً كلها نحط في بالنا هنا فترة معينة بتحدث بصوت منخفض، المرونة في التعامل. نعم. وأهم شيء بعد احترام الآخرين اللي موجودين معنا في الطائرة، ويعطيك العافية على هذه المعلومات أستاذة حصة حامد، مستشارة اتيكيت وبروتوكول. فنتمنى الكل يكون استفاد من هذه الفقرة، من هذه المعلومات اللي قدمتيها. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. إذا مشاهدينا هناك نقاط عديدة وكثيرة، من ضمنها حتى وانت تسحب الشنطة يفضل انك تسحبها من صوب القدام عشان ما تزعج الأشخاص اللي وراك أثناء صعود الطيارة، وضع الشنطة، طريقة وضع الشنطة، أكيد نقاط عديدة وكثيرة. وأستاذة حصة تكلمت عن الأبناء وعن الأطفال تحديدا، خاصة إذا الأم يكون معها رضيع، نحاول نخفف عليها، مش الكل يطالعها بطريقة مسكينة هي تتوتر تتوهق ما تعرف شنو تسوي. نقاط عديدة وكثيرة أستاذة حصة ما قصرت، ذكرت لنا بعضها، وأكيد برنامجنا الحين مستمر. أكيد، وإحنا مستمرين معكم مشاهدينا، لكن خلونا نشوف هذه الجولة من زميلنا محمد الحمادي في براحة سوق واقف، راح نتعرف أكثر عن هذه البراحة مع محمد الحمادي. نتابع ونرجع لكم. هذه الساحة مثل ما تشوفون الناس عبارة عن باسطة، والناس تعرفها من أكلات شعبية، مختلف الأكلات، خبز رقاق بعد موجود من الساعة 4 العصر لين تقريبا 11-12 حسب كل واحد متى وده أنه هو يعني يخلص. أم جاسم فكري شلونك؟ بخير عبد الله. شنو تقولين؟ والله بقول أنا دائما رئيس واقف إنزين، وأشتري اللي أبي اللي خاطري فيه، وأي أكل وهاي، وأروح هناك أمواج محل أمواج من هناك، أشتري ملابس، أشتري كل شيء، أغراض، أشتري من ملة ذهبية، أكل. كل يوم تجين هني؟ كل يوم أنا. متى توقيتك؟ أي هني مع البنات أقعد معهم، والله ساعات تشوفني أي ساعة 4، وساعات تشوفني صبح أي ساعات تشوفني أنا أطلع صباح أروح ظهر، أقول ما صليت الظهر أتدبي، بعدين أطلع أروح وين؟ أروح فستيفال. فستيفال؟ أي فستيفال. بعدين من فستيفال أتغدى كل شيء ونرتاح ونمشي عشان هذه. عاد وايد فرق بين سوق واقف وفستيفال. بس في سيارة يوصلنا. أي. لا الفرق مش المساحة، لما هني هالمكان خلاص تعلق بالتراث. هذه روتيني حلوة يعني. جميل زين، تقعد معاهم تسولف وحلو، الاجواء حلوه،
وساعات الجف لو حر لو حر حلو لو حر حلو ما شاء الله. وأنا أجي عند البنات أخذ من عندهم هريس إذا كنت في أكلات حلوة أخذهم ونروح مع خدمتي هناك على كرسي. على كل هالسنوات اللي تجين فيها في السوق من سنة كم؟ يعني دائما من يوم هذه صار سوق واقف أنا دائما أجيني. علي تعرفينهم علي؟ أنا كلهم أعرفهم. كلهم خاص ربعك؟ ربعي هي وحبايبي. حبايبي. أم علي شلونك؟ أم علي كم سنة صار لك في السوق؟ في 20 سنة. ما شاء الله. ونفس الشيء اللي قاعد تقدمينه؟ نفس الشيء. إيه. ونفس المكان؟ نفس المكان. يعني 20 سنة في نفس البراحة هذه؟ أي ماما خبز رقاق أسوي. شنو تقولين يعني في هالعشرين سنة شنو سويتي؟ خبز رقاق ما بس خبز إيه. خبز على بيض على جبن على محيوبة عسل زعتر نطلع كل شيء. أيوة. ما شاء الله. عاد علمت الناس اللي حولك عيالك مثلاً؟ عيالي ولا ما علم. بس أنا الله يرحمها علمت مع أمي من جدتي. إيه أنت متعلم هاي كلها من جدتك أمك ما شاء الله. الله يرحمهم إن شاء الله. والله تسلم يدها. 20 سنة أربع جبن؟ أربعة. ها تبون أربعة؟ زين نقول ما شاء الله 20 سنة تعطي في السوق. شنو تقولين حق الناس اللي يجونك كل يوم؟ كل يوم يجي الناس ما شاء الله عندنا زمان يجون يعرفوني كل يعرفوني ما شوروا أنا. إيه ما شاء الله عليها. شكرا لك. لك الأجر ولك القوة. لا تسلمك ما تقصري على تقوها كنت بعد. ما تقصري. إيش قاعد تطلب؟ خبز رقاق بالنوتيلا. بالنوتيلا. في ناس تحبها بشيبس في ناس تحبها بجبن. لا النوتيلا أنا أشوفها أفضل شيء. زين مو بدسم عاد. زين كم صار لك تيها المكان؟ والله من أنا صغير. ما شاء الله. وعندك مكان معين؟ شخص معين؟ لا نقعد نلف هني نروح عند الحيوانات. عند الطيور؟ إيه. والله حلو. إيش رأيك المكان؟ أجواء والله حلو. ما عرفنا اسمك تصدق؟ منصور. منصور جنوب؟ منصور حسن خاطر. ما فكرت تفتحي محل مع هالسنوات؟ أول بغيت صح؟ بعدين قلت يعني عيالي بروحهم عندهم عندهم شغل وعندهم عيالي يعني مسؤولية ما يقدرون وأنا ما أقدر يعني من اليوم أنا صار كذي ما أنا أقدر أمشي. أقدر أمشي أقدر يعني شوي يعني على قد ما أنا أروح أتوضى وهذه بس إيماني قوي ما شاء الله لأن إيماني قوي أنا أقول هالشيء من رب العالمين رب يحبني لا تاني كذي صح والله الواحد لازم يتقبل الأقدار أتقبل بعد أكثر وأكثر فتوف هذه شوي. شو عندك يوم هنا؟ هريس رايد مرقوقة مكرونة برياني كل شيء حتى البرياني موجود نبي نشوف عاد يلا ما شاء الله كل شيء عندهم وكل واحد يتميز عن الثاني بشيء جايبينه من البيت صح؟ شكرا صبر اسويتشي يا سلام اسويتشي هالشكل يسوونه يعني؟ ها اوكي هاي طريقه جديده انا في رمضان اشوفك في برنامج مال الرياضه ما شنو اشوفك بعد في برامج وايد انا اشوفك وأشوف أخبار أشوف برامج رياضة رياضة من رياضة كل شيء زين شكراً لك ما قصرتي فرصة طيبة وأحب كل الناس دايماً أسأل نجحكم إن شاء الله والتوفيق والله دايماً أنا قاعد على في بيتي وأطلب الحمد لله أنت شرف فرصة طيبة شفناك فيها الله يقويك برنامج زين معكم وايد زين كلامك حلو طيب وأنت حلو مشكورة حلوين كلكم حلوين مشكورة عسى الله يفتح عليكم إن شاء الله اللهم آمين وحقق لكم أمنيتكم وحقق حق بلدنا إن شاء الله أميرنا وأهله يا ربي عسى الله يفتح علينا وعليهم بحق جاه رب العالمين يا كريم يا رحيم مشكورة على الكلام الطيب الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم فتحة خير مباركة في كل خير ربي خير مشكورة ها
حياكم الله مشاهدينا من جديد. طبعا نشكر زميل محمد الحمادي على هذه التغطية وهذه الجولة في براحة سوق واقف، من الأماكن الجميلة صراحة اللي تستحق الزيارة، يعني سواء كنت مواطن مقيم في دولة قطر جاي زيارة سايح، سوق واقف من الأماكن الصراحة اللي لازم الواحد يروح لها بشكل خلنا نقول دوري، يستكشف الأماكن التراثية، الأكلات الشعبية، المحلات اللي متواجدة هناك، محلات أيضا الحيوانات الله يعزكم اللي متواجدة في سوق واقف. طبعا مكان سياحي تراثي يشمل العديد من خلنا نقول الأمور. هذه طبعا مشاهدينا هذه كانت الجولة، خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم نستكمل باقي فقراتنا من برنامجكم فيض ضحك. مشاهدينا مستمرين معاكم وحياكم الله. يعني أمانة احنا مستمرين في حديثنا عن سوق واقف وفعاليات سوق واقف بعد التقرير اللي اكيد شفناه، يعطي العافية زميلنا الحمادي. أمانة كنا مستمتعين لان اكثر شيء حبيته كبار السن اللي موجودين، امهاتنا اللي موجودين، اللي الدعوات اللي ختم فيها التقرير أمانة جدا جميلة، فالله يطول بعمارهم ويخلي أمهاتنا. أكيد يعني سوق واقف من الأماكن الجميلة اللي الواحد فعلا يستمتع فيها بالتنوع الكبير اللي موجود. يعني قطر فعلا من أجمل البلدان اللي نقول تحتل المراكز الأولى في الجانب السياحي لما تحتويه أكيد من نشاطات، فعاليات، اهتمام بالمواطن، اهتمام بالمقيم، اهتمام بالسائح اللي يجي قطر بيحصل كل شيء من نشاطات وفعاليات. على طاري النشاطات والفعاليات، أطلق طبعاً متاحف قطر باقة شيقة من البرامج الصيفية المتنوعة أكيد اللي راح نشوفها في هذا التقرير، ومن بعد راح نرجع ونكمل برنامجنا. تحتضن متاحف قطر برامج صيفية متنوعة للأطفال تتخللها باقة شيقة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية، تهدف إلى تطوير عملية التعلم والإبداع مع توفير تجربة مشوقة للأطفال، حيث سيقدم متحف الفن الإسلامي برنامجاً بعنوان استكشاف تأثير مائي للأطفال والذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عاماً، وسيضم البرنامج ورشات عمل فنية متنوعة وجلسات خاصة في المكتبة تدور حول أهمية الماء وتأثيره. وسيركز متحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3 في برنامجه على موضوع الألعاب الأولمبية والصحة النفسية، وسيبدأ البرنامج بجولة إرشادية للتعرف على تاريخ الرياضة والألعاب الأولمبية ونجوم الرياضة العالميين، تليها أنشطة كالبحث عن الميدالية الذهبية والترفيه واللياقة البدنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للهوكي والألعاب التفاعلية التي تعزز الصحة البدنية والنفسية. كما يستضيف متحف قطر الوطني في برنامجه الصيفي ارسم أفكارك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عاماً، وسيفتتح البرنامج بجولة على معارض المتحف المؤقتة تليها مناقشة جماعية للمعاني المختلفة للكلمات والعبارات العربية. بعدها سيبدع الأطفال في أعمال فنية للتعبير عن مشاعرهم، ويقدم البرنامج باللغتين الإنجليزية والعربية. وفي ذات السياق يدعو المتحف العربي للفن الحديث الأطفال للمشاركة في ورشة الوسائط المتعددة وصناعة الكتب. أما في متحف دادو متحف الأطفال في قطر، فيقدم برنامجاً صيفياً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 11 عاماً، والذي يقام في متحف قطر الأولمبي الرياضي 1-2-3
تحت عنوان مخيم كوكب دادو اكتشف الصحة والعافية والبيئة، وستشمل الأنشطة محطات الفضاء وصناعة الصواريخ وبدلات النجاة واكتشاف الكواكب وإنشاء مستوطنات جديدة ومراقبة الحياة البرية ورسمها. ومن خلال هذه الأنشطة تزداد ثقة الأطفال بنفسهم ويتطورون في مجال مهارات القيادة وكيفية الحفاظ على البيئة. بينما سيقدم مركز الذكاء الاصطناعي الرقمي الكائن في متحف قطر الوطني برنامجاً صيفياً مبتكراً تحت عنوان ترميز رفاهك مع مركز الذكاء الاصطناعي الرقمي. تأتي هذه البرامج الصيفية تجسيداً لحرص متاحف قطر المستمر على دعم التعليم غير الرسمي وإيمانها العميق بقوة التعليم والمتاحف في إحداث التغيير، ومن خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمدارس والمنظمات، فإن متاحف قطر توفر فرصاً للتعلم مدى الحياة ولتعزيز الوعي الثقافي. حياكم الله من جديد مشاهدينا، مستمرين معاكم. ومثل ما شفتوا على الطاولة هذه النبتات الجميلة، حيث تعتبر النبتات كائن حي يحتاج للعناية المستمرة حتى يدوم لوقت أطول، فهو يتأثر دائما بعوامل الجو المختلفة مما يتطلب عناية خاصة فيه للحفاظ عليه، حيث أن مع حلول خلنا نقول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتأثر بعض النباتات بسبب تبخر المياه منها مما يؤدي إلى جفافها. راح نتكلم أكثر عن كيفية الحفاظ على النباتات في فصل الصيف، فيسعدنا أن نستضيف اليوم معنا المهندسة الزراعية نور الحافظ. حياك الله معنا وسعد الله صباحك. يا مرحبا. صباح النور يا هلا. أستاذة نور حياك الله معنا، سعيدين بوجودك، دائما نشوفك في التقارير وعنايتك واهتماماتك بالنباتات، نستمتع ونستفيد أمانة نحن وإن شاء الله السادة المشاهدين كذلك. نورت اليوم بالاستديو سواء بوجودك أو حتى من خلال النباتات اللي دائما أكيد سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء في بيوتنا سواء داخل المنزل أو خارج المنزل، سبحان الله تعطي طاقة، تعطي شعور جدا جميل بتنوع النباتات باختلاف النباتات. هناك نباتات يفضل يمكن زراعتها في فصل الصيف وفي نباتات في فصل الشتاء، بس بما أن احنا في الصيف نتكلم عن النباتات في فصل الصيف. بداية أنه احنا دائما نقارن بين النباتات الداخلية والنباتات الخارجية وشو ممكن نعتني فيهم. فصل الصيف شوية من الفصول الحارة، ممكن توصل عن درجات حرارة 40 و50، فنباتاتنا وخاصة الخارجية راح تتعب زيادة. نعم. فإحنا ممكن نأخذ بعض الأمور نلاحظها عن النباتات هي دليل على تعبها خلال فصل الصيف، منها الذبول، منها تحول الأوراق للون الأصفر. نعم. ممكن تساقط الأوراق، إذا ما انتبهنا لها الموضوع ممكن نخسر النباتات. فإحنا في مجموعة من الأمور ممكن نعتني فيها، أهمها الري. يعني على مستوى الري أهم الأمور اللي إحنا لازم نعتني فيها بالنسبة للداخلي ولا الخارجي من النباتات. الري، الري بالنسبة للنباتات الخارجية خلال فصل الصيف لازم نعطيها مرتين. نعم. مع ارتفاع درجة الحرارة 40 و50، فإحنا نحافظ على مرة الصبح ومرة المساء. المساء يعني بعد المغرب تقريبا، الصبح بالضبط أي وقت تقريبا، يعني مثلا بعد صلاة الفجر الساعة 5-6 قبل ما تبدأ الحرارة بالارتفاع تكون التربة أصلا باردة والماء بارد. نعم. لا، كل ما ارتفع درجات الحرارة راح يزيد الضرر على النباتات، ونبتعد نهائيا عن ري النباتات وقت الظهيرة. وقت نعم. الظهيرة بتكون الشمس عمودية على الأرض والماء حار والتربة حارة، فإذا راح يزداد تبخر الماء من النبات من نعم. كل أجزاء النبات، فإحنا راح نضر النبات ما راح ننفعه إذا عطينا الماء وقت الظهيرة. نعم. هاي بالنسبة للماء. بالنسبة لما يختلف لون النبتة وورقة تختلف، هناك نشوف مع التكنولوجيا والتطور أستاذة نور ووسائل التواصل الاجتماعي في تطبيقات أصلا مخصصة، مجرد صحيح. أن أنت تصورين النبتة يطلع لك نوع العلاج وطريقة الري، طريقة صحيح. السماء، طريقة الأشياء، ففي هناك تكنولوجيا وتطور كبير. وحتى في أصص أصص مجهزة أنه كل ما نقص الماء على التربة هي بتعطي ماء. نعم. يعني نكون إحنا حاطين لها منقب الماء فمجهزة أنه هي بتعطي تلقائيا أو ذاتيا. يعني في أمور كثير متطورة إحنا ممكن نستخدمها، أما بالنسبة للأمور العادية اللي إحنا عم نحكي عنها فإحنا في أمور ممكن إحنا نعتني فيها، يعني على مستوى الأفراد اللي ما عندهم مثلا هاي تطبيقات أو الأسس المتطورة، فإحنا ممكن نستخدم أمور. يعني مثلا على سبيل المثال النباتات الخارجية إذا كان عندنا شمس كثير قوية وممكن إحنا حابين نعتني فيهم، ممكن نستخدم الجرين نت أو الشبكة الأخضر نغطي فيه مثلا الحدائق،
الأماكن الموجود فيها شجر كثير، وخاصة الناس بتحب تحافظ مثلاً على النخل. الحين بدأ ارتفاع درجات حرارة وبدأ موسم الرطب، فإحنا ممكن نحافظ عليهم. في البعض ممكن نلاقيهم حاطين عليهم خيش أو قماش عشان نحافظ عليهم. صحيح. فإحنا ممكن حتى الأشجار الزينة والأشجار العادية، إنه الأشجار المثمرة أو أشجار النخيل، ممكن نحافظ عليها عن طريق الخيش أو الجرين نت، إنه نعملها طبقة للتغطية. نعم، يعني من خلال أيضا هذه النبتات والصور اللي نشوفها، لو نتكلم عن أهمية إزالة الأوراق التالفة خلال فترة الصيف، شنو أهمية هذا الشيء؟ صحيح، خلال فترة الصيف إحنا ممكن تعطينا بعض الأعراض أو المؤشرات، ممكن نلاحظ إنه بعض النباتات أجزاء منها يابسة، فإحنا ممكن نشيل هاي الأجزاء نتخلص منها ونعطي الري. نعم. نسخة منها، يعني مثلاً نشيل الأجزاء اليابسة، عفواً هاي مو يابسة بس للتوضيح. نعم. إنه نشيل الأجزاء اليابسة من النبات، الأوراق اللي بتكون متساقطة حوالين النبات، لأن أصلاً رح تأذي. إذا حسينا جزء مثلاً ميت من النبات ممكن ننقصه عشان يرجع يجدد ويعطي نبات جديد. أيضاً بالنسبة للتسميد، ما ننسى إنه إحنا بنكون ماشيين خلال السنة على جدول تسميد أو أمور تسميد، الغالبية بيتسمد مرة بالشهر، وخاصة للنباتات الداخلية اللي إحنا بنستخدم فيها السماد المتوازن اللي هو المعروف أغلب المشاتل، الام بي كي اللي هو نيتروجين وفسفور وبوتاسيوم. النيتروجين بنستخدمه لتشجيع الأوراق بالنباتات على النمو، والفسفور للجذور والبوتاسيوم للأزهار والثمار. نعم. فإحنا مستمرين على عملية التسميد إذا كنا ماشيين فيها، بس إذا حسينا ارتفاع درجات الحرارة كثير مرتفع نخفف شوي من التسميد ونبتعد خلال فصل الصيف عن التسميد العضوي الحيواني. نعم. لأن بتكون ارتفاع درجات الحرارة جدا عالية وراح نأذي النباتات ونأذي التربة أيضا، لأنه راح يكون صاخن يعني أو حار على النباتات وعلى جذورها. طب أفضل النباتات اللي تنصحين أن الواحد يزرعها في فترة الصيف وتعيش معاه؟ يعني الحين في نباتات كثير خارجية جهنمية، جهنمية مزهرة طوال العام وجميلة، المشموم أو الريحان. عندنا النبات المتدلي هو نبات البرتولاكا، هو من النباتات العصارية اللي هي بتحتفظ أيضا بالرطوبة أو بالماء طوال فترة السنة، وأزهارها جميلة وتزهر في الصيف. يعني سبحان الله لما تكون أشعة الشمس والطالعة والظهر منشوف أنه أزهارها متفتحة، لما يجي المساء بتغلق. فهي من النباتات أيضا الجميلة وممكن تعيش معنا فترة الصيف. عندنا أيضا نبات الفينكا اللي الحين موجود بدون أزهار، هو له أزهار مزهر طوال العام، كل ما طاحت أزهاره بترجع بتجدد، بس الحين مع ارتفاع درجة الحرارة منلاحظ أنها تعبت شوي. أيضا أن النبات الإيفوربيا اللي هو أزهاره صغيرة وحمرة، هو أيضا من النباتات الجميلة ومزهرة وبتتحمل ارتفاع درجات الحرارة. ومنلاحظ كمان من الأمور اللي إحنا حابين ننوه عنها، إنه النباتات اللي لها أزهار نبتعد عن كت الماء عنها. يعني لما نروي النباتات مثلاً، هما كلهم نباتات خارجية، لما نروي النباتات نستخدم الهوز أو الخرطوم، نحط له رشاش أحسن، موجود بأغلب أماكن المشاتل وبيع منتجات النباتات، فنحط الرشاش للهوز ونسقيهم ونبتعد عن الأزهار أو عن الثمار. إذا كانت الأشجار حاملة للثمار نبتعد عنهم، لا رح نأذيهم. حتى نعم. رش يمكن الأماكن المحيطة أو المحيطة بالنبات كذلك. صحيح، هو ليش نحط الرشاش؟ عشان نخفف الضغط. يعني لما تكون نباتات صغيرة واستخدمنا الهوز أو الخرطوم بالماء مباشرة، فنحس إنه النباتات رح تتأذى، ممكن بعضها جذورها تطلع وتطيح النباتات، فإحنا رح نخسر النباتات. لا، تكون يعني الماء تكون خفيفة على النبات ونعطيها ماء بكميات كافية. ومن الأمور البسيطة اللي دائما من يعني منحث عليها العالم، ندخل أصبعنا في التربة، يعني بهذه الطريقة إذا حسينا إنه الأصبع طلعت ناشفة فهي محتاجة ماء، أما إذا رطبة للحين فهي عادي، يعني ممكن ما تحتاج ماء، نخليها يعني فترة ثانية. جميل. هاي بالنسبة للنباتات الخارجية. النباتات الداخلية، بما إنه موجود عندنا بعض النباتات الداخلية مثل الفيتونيا والدراسينيا، فهي بتحتاج مرتين خلال الأسبوع فصل الصيف ومرة في الشتاء. جميل. عشان يعني نختصر الموضوع. نعم، يعني الحين ممكن أن في مشكلة تواجهنا في هذه الفترة أو تواجه النباتات، وهي الحشرات اللي ممكن تضر في خاصة مع ارتفاع الحرارة. إيه، ولكن لو نتكلم شلون ممكن أن نحمي النباتات من هذه الحشرات ونتخلص منها؟ ممكن نلاحظ مع ارتفاع درجات الحرارة بعض الحشرات الصغيرة مثل المن أو الباقي الدقيق، إذا لاحظناها على النباتات الداخلية إحنا نطلعها برا البيت، وممكن نجيب مبيد متخصص مبيد حشري ونعطيها، بس ما نحاول نبخ خالص داخل البيت حتى لو نباتات داخلية. النباتات الخارجية ممكن نعطيها.
نلاحظ دائما لازم نعمل مثل جوله تفقديه على النباتات الموجوده عندنا عشان ما نخسرها او نلاحظ عليها بعض الحشرات او بعض الاصابات الفطريه يعني، وان شاء الله بتكون اغلب ان شاء الله كل نباتات تكون بتضل بدون حشرات واصابات. المهندسه الزراعيه نور الحافظ، شكرا لك، شكرا للمعلومات اللي قدمتيها حول الاهتمام بالنباتات سواء الخارجيه او الداخليه في فصل الصيف، وهناك اكيد اهتمامات اكيد في فصل الشتاء، هناك نباتات معينه أكيد. وطرق للتعامل معها، شكرا لك. يعطيك العافيه. يعني مشاهدينا طبعا اليوم تكلمنا عن مواضيع عديده من اتيكيت السفر الى الزراعه والحفاظ على النباتات، هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله انكم استمتعتوا واستفدتوا، نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الموعد. مع السلامه. مع السلامه.